اهلا وسهلا بيكم فردان، نورتونا قناه مصر الزراعيه، قناه الامل، قناه الخير. اهلا وسهلا بيكم فردان. الضيوف الموجودين معانا النهارده الاستاذ عصام الرملاوي اللي هو في الاول هنا، ده ضابط متقاعد وراجل من افاضل الناس فردان، الاستاذ محمد الشورى اللي هو جنب حضرتك يا استاذ مختار، والاستاذ محمود سلامه. اهلا وسهلا بيكم. طبعا انا وانا جاي وردان كده، يعني اسم وردان اسم جميل، جاي من الورد ولا جاي من ايه حضرتك؟ اسم وردان، وردان دي بلد تاريخيه، كان في الاصل كانت بلد فرعونيه اسمها نوكيوس، وبعدين لما دخل الفتح الاسلامي مصر حصلت معركه في ارض وردان في منطقه اسمها الشهداء. المعركه دي يعني الاسم ده جاي من من قائد وردان مولى عمرو ابن العاص. ولي عمرو، ده كويس جدا. ده يخلينا نتكلم بقى على طبيعه الناس في وردان، العادات والتقاليد بتاعتنا. اهم حاجه يهمني ان انا اعرف البلد هنا عاداتها وتقاليدها ايه. يعني اهم عاده من العادات والتقاليد عندكم في البلد صله الرحم، الزيارات، بتشتهروا بايه؟ بأكلة معينة، بأي حاجة يعني. الأستاذ محمود سلامة هيتفضل. طب أستاذ محمود، يعني كلمنا على العادات والتقاليد هنا في البلد من ناحية صلة الرحم، من ناحية الحاجات الطيبة اللي بتتناولوها دايما. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قرية وردان قرية، إحنا نعتز إن إحنا من وردان، لأن يوجد بها صلة الرحم، وإحنا كلنا يعتبر أسرة واحدة وعيلة واحدة كاملة متكاملة مع بعضينا في مجالسنا العرفية، في أفراحنا، في متايمنا، في مهاتم بتاعتنا، كلنا يد واحدة فضل من ربنا. ولذلك اسم اعتز بيه، على إنه اسم وردان مفيش حرف في التاني، بس الحمد لله إحنا قدرنا نعمل من خلال العائلات المحترمة في البلد برنامج متكامل، نكون قرية نامية في المنطقة اللي موجودين فيها. وردان الحمد لله فضل من ربنا بتمتاز بأهلها الطيبين وبركة مشايخها حافظ حماة القرآن الكريم خريجة الأزهر من قديم الأزل. النقط دي مربيه فينا روح التعاون وروح الاطمئنان وروح الموده بيننا وبين بعضينا. طبعا وردان في الخمسينات والستينات كانت فيها اللي كان ماسكها كان عمده، كانت عموديه الحاج ابراهيم عبيده، وبعد كده واحد من عائله يوسف كان الحاج احمد يوسف. بعد الستينات اتعمل نقطه وردان، نقطه شرطه وردان، بدات تتلغي العموديه وبقى في بدل العموديه مشايخ بلد تنوب عن ايه تكمل شغل نقطه الشرطه. والحمد لله ما عندناش مشاكل، والقريه الحمد لله متكامله بفضل من ربنا الحمد لله. يعني بتعملوا مجالس عرفيه؟ عندنا مجالس عرفيه. يعني الحمد لله معظم مشاكل القريه هنا بفضل من الله ما بتوصلش للشرطه كتير، لان احنا يعني ايه الاهليه عامله دور كياني في البلد، فبنقدر من خلالها نتجنب اي مشكله تحصل في البلد بفضل من ربنا. بمثال الاستاذ فتحي عبيد وبعض الاخوه الافاضل المحترمين في البلد. وطبعا احنا تاريخنا الحمد لله مشرف في المنطقه. وردان محبوب من القرى كلها حواليها، لان وردان تعتبر تجمع المنطقه من اول مشيت القناطر لغايه الخطبه كله بيصب في وردان، لان وردان الحمد لله يعني ايه فيها ما فيهاش عنصريه، فيها الروح، فكله بيحب وردان. وذلك كان عندنا ميزه كمان تاني، لما يكون في انتخابات محليات او حاجه او انتخابات الشعب او شورى، فكان كل مرشح من المنطقه من دايره لازم ياخد من وردان، وده اللي يدل ان احنا بلد ما عندناش تعصب لحاجه معينه، دي هنمتازها في وردان. طبعا العموديه مش موجوده، طب والمحليات دلوقتي ناخد كلمه منك. المحليات يعني في انتخابات محليات قريبه عندكم ولا؟ طبعا في انتخابات محليات. يعني هل بتستعدوا لها ولا؟ طبعا بيحصل لها استعداد ودعايه يعني الناس يعني بتختار الانفع اللي بيشتغل في البلد. يعني انت بالنسبه للمحليات يعني الحاج فتحي كلمنا عليها اكتر، انا عارف. هو بالنسبه للمحليات طبعا احنا بعد ثوره 25 يناير وفك الاحزاب وفك مجلس الشعب والكلام ده، وجت ثوره 30 يونيو بقياده الرئيس الفاضل عبد الفتاح السيسي، طبعا احنا عملنا خريطه الطريق. تم مجلس الشعب والرئاسه ومجلس الشعب، والمحليات اجلت نظرا للظروف اللي بتمر بها البلد، لكن في لجان شعبيه، في بنختار لجان شعبيه، ناس من بيحبوا العمل العام وبيقوموا محل المحليات بالتعاون مع رئيس الوحده المحليه ونقطه الشرطه، وبيقوموا بهذا الدور الى ان يتم انتخاب
المحليات حسب القانون بتاع المحليات اللي بتم دراسته النهارده في مجلس النواب. يعني ده مهم جدا. مهمه جدا. طب هنيجي نتكلم بقى على حاجه مهمه جدا في القريه، السيره الطيبه بيننا وبين بعض. يعني دايما بتسمع عن حد عمل خير في البلد، راجل فاضل، شيخ من مشايخنا، السيره دي موجوده عندكم ازاي؟ يعني اقول لجناب سعادتك، اولا البلد فيها جمعيات خيريه كتير بتقوم بعمل خير. الاستاذ محمد الشورح هيشرح دلوقتي بعد ما اخلص المقدمه. في عندنا مركز غسيل كلوي هيشرحه الاستاذ محمد، والمراكز الطبيه. الاستاذ محمد الشورح هيتفضل مشكورا يشرح كل الامور اللي هي في الخير والناس اللي هم بيسعوا في وسطينا بالخير وكفاله 30 واحد. اتفضل استاذ محمد. احنا بنتكلم في الصحه، من اموال الصحه دلوقتي ان مستشفى وردان واقفه، يعني تعتبر شبه واقفه دلوقتي، فيها العمل فيها بطيء جدا ومش يعني مش مساعي او مش بيقدر الخدمه المطلوبه للمواطنين في البلد. فاحنا بنطالب اولا اعاده العمل فيها تاني على مدى ال 24 ساعه على الاقل. احنا بنطالب ان هي تبقى مركزي، لكن انا عارف ان وفي ناس متفهمه في البلد ان المستشفى المركزي عايزه امكانيات تكون جامده جدا، والبلد مش مستعداد ليها دلوقتي، الحاله الاقتصاديه الموجوده فيها دلوقتي. ففي مراكز تانية متخصصة برضو في البلد، مراكز طبية بس بتشتغل في الحالات المرضية، واحد تعبان بيروح يكشف بتاع كان، لكن عمليات مفيش بتاع كده، كل حاجات سريعة بيبقى فيها كل المعدات. عايزين على الأقل يعني حالة ولادة. أقرب مستشفى ليه المستشفى المركزي، بينا وبينها حوالي 60 كيلو. يعني لو هو في مثلا حالة طارئة جلطة عايز ما نمشي بيها 60 كيلو، مسافه كبيره جدا هتاخد مني ساعتين بتاع الكلام ده كله، فالحاله المرضيه بتتاثر بالحاجه دي. والاهالي هنا ما فكروش يعملوا مستشفى مع بعضيهم، ولا برضه الامكانيات صعبه؟ لا الامكانيات صعبه، انا واحد من الناس شغال في الصحه، في يعني امكانيات بتبقى صعبه جدا. يعني انت الناس هتبني مستشفى خاصه صعب امكانيات، والناس حالتها في البلد اغلبيتها فلاحين مش ما عندهمش الامكانيات ان هي تعالج في مستشفى خاصة. حضرتك استاذ محمد، في عندنا مركز غسيل كلى مش موجود في المنطقه، وضح الامور. توصل وعندنا مركز غسيل كلوي، يعني من احسن المستشفيات، من احسن مركز غسيل الكلى على مستوى الدايره كلها. غسيل كلوي ده مش هينقذ حد تعبان، مش هو حاله مرضيه مستديمه، لكن انا عايز حاجه للمفاجاه. يعني ما يسافر هيروح يغسل كلى عنده؟ ده الحوادث لما تحصل حادثه، يعني في ناس بتموت كتير نتيجه حادثه بموتوسيكل، ما نلاقيش دكتور، ما نلاقيش علاج، ما نلاقيش نقل دم، ما نلاقيش اسعافات اوليه بسيطه جدا، فما ما نقدرش ما بتعملش حاجه لل. طب وزاره الصحه ما خصصتش مكان يتعمل فيه مستشفى؟ والله احنا يعني نادينا، احنا في مستشفى قيمه، مستشفى بس عايزه امكانيات، وفيها جات لها الامكانيات، ونعرف ان فيها اجهزه طبيه، بس حاله الموظفين فيها بقى زي الدكاتره والتمريض والكلام ده مش على تمام فيها. ما فيش امكانيات فيها جامده، فهنا عايزين بنطالب على الاقل خالص عمل المستشفى دي على مدى ال 24 ساعه، ونبطل حكايه النبطشيه دي، لان النبطشيه دي مش هتسعف في المريض. المراكز الطبيه فيها دكاتره كويسين وبتاع والكلام ده كله، بس ما فيهاش عمليات. احنا على الاقل بنطالب بالعمليات الصغرى، بلاش المتوسطه والكبرى. عشان المستشفى يعني يبقى فيها عمليات، يبقى فيها طوارئ، يبقى فيها عنايه مركزه. ما انا ما بطالبش بحاجات الجامده دي، لان ما هو يعني دي مش حاجه جامده. أنا عارف الحالة الاقتصادية في البلد دلوقتي، أنا بقول العمليات الصغرى. يعني أصل عملية صغرى بدون عناية مركزة ما تنفعش. ما ينفعش، لازم أي مستشفى عشان تشتغل واحد وأنت بتعمل له عملية هيروح منك، لازم يخش عناية مركزة، هتعمل إيه؟ هتنقله وهو مفتوح؟ صعب. والله أنا مطالب في الحالات البسيطة حتى إن هي تتعالج. نديك الميكروفون. المستشفى ده حضرتك كان من 10 15 سنة أو تقريباً كده اتفتح. كانت شغالة عمليات. وكان فيها الامكانيات. ايه اللي جابها في الارض كده؟ كان حصل بقى، كان عايزين يعملوها. طبعا الاستاذ فتحي هيوضح لحضرتك النقطه دي. جناب سعادتك، مستشفى وردان مستشفى كبيره وفيها جميع الامكانيات، بس عشان اسم وردان قريه ما ينفعش مستشفى مركزي يكون في قريه. المستشفى المركزي ده بيكون في مدينه، والمدينه فيها مستشفى مبارك ولسه ما اشتغلتش. ازاي المدينه لما مدينه مركز منشاه القناطر ما اشتغلتش المستشفى المركزي وشغاله في بلد زي وردان؟ احنا مش عاوزين مركزي، ما بنطالبش من المركزي عاوز ميزانيه وعاوز كلام كبير قوي. انا بطالب
بان مستشفى وردان لما ابن من ابنائنا يتعور في حادثه موتوسيك او عربيه يروح المستشفى لا حد خيط له جرح بس. وبنطالب تاني ان واحده ست غلبانه عندها بنتها عندها اللوز عندها العمليات الصغرى تيجي تعملها بدل ما تمشي 60 او 70 عمليه ولاده قيصريه ده اللي احنا بنطالب بيه في الوردان. وفي طبعا امر تاني المواصلات وبعض الامور دي متواجده عندنا وعند بلاد الجمهوريه كلهم. يعني انا دي مشاكل انا شايف المعديه واحنا جايين المعديات مفيش كوبري اتعمل لغايه الان. احنا عملنا اجتماع بالسيد المحافظ وبحضور النواب الافاضل للمنطقه الاستاذ احمد فاروق والاستاذ علاء ناجي واتكلمنا على جميع المشاكل وقدمت ملف كامل للسيد المحافظ انا اديته له بايدي واخد بال حضرتك على مشاكل المنطقه تما. وبعدين اكبر غلطه واكبر شيء يضر وردان بلدنا ان احنا ضمن القاهرة الكبرى. تخيل يا استاذ مختار حضرتك جاي دلوقتي من القاهرة شوف مسيت مسافة قد ايه عشان توصل وازاي ان احنا قاهرة كبرى واحنا فلاحين. اكبر ضرر علينا كقرى ان احنا ضمن القاهرة الكبرى. المفروض القرى دي اللي بلاها ميزانية. النهاردة المحافظ اول اولوياته شارع الهرم والسفينكس والدقي والاماكن دي بتاخد الميزانية بتاعتنا. اذا هو النهارده مش هيرصف طريق عنده ويسيب طريق في شارع الهرم. هو لازم احنا كل حاجه ليها ميزانيتها. برضو منطقه الدقي او الجيزه او كده ليها ميزانيتها. بس انتوا بتطالبوا ان انتوا يبقى لكم طريق اسهل او كوبري عند المعديه ولا هو النهارده حضرتك جاري مؤيسه الصرف الصحي في خلال فتره قريبه ان شاء الله. الصرف الصحي من غير موجود وحددوا 10 فدادين في طرح النهر في جزيره وردان في مكان لمحطه رفع من الارض الواطيه العاليه. وان شاء الله المشروع ده حيز التنفيذ في الفتره المقبله بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا في شركه الميه الابار بسبب الطرنشات ابتدت الميه تطلع ملوثه لان الارض اتشبعت بحاجات غريبه. طبعا الاستاذ محمود يتفضل يشرح لنا محطه الميه اللي في منشات القناطر والقدور اللي هتقوم الحاجات التطوير بقى عندكم في البلد تحكي لي عنها كده شويه. طبعا بالنسبه لنا في اللي هو الطريق المزدوج من منشات القناطر بالخطاط لغايه خطاط بقى اخر قريه الجيزه. طبعا ده شغالين فيه بقى اكتر من 6 سنين قبل الثوره. كانوا بيقولوا هيتم يعني الانتهاء منه خلال عامين. لغايه دلوقتي بعد الثوره طبعا الثوره جت وقفت كل النشاطات. من بعديها النهارده مفيش اي تنشيط فيه. طبعا ده الكوبري ده من اكبر المشاكل اللي مبليه البلد في السفر اليومي كمدارس كطلبه كتعليم كموظفين كامل كله. وطبعا سمعنا ان هو يعني هيبداوا فتره من اول السنه الجديده في تعديل الطريق تاني على منه دلوقتي بقى مزدوج دلوقتي. وايه تاني بيتعمل؟ وفي دلوقتي مكنه تنقيه المياه رفع مكنه ميه تنقيه المياه هتغذي من اول منشيه القناطر حتى بني سلام. طبعا دي هتاخد من نهر النيل وتعمل تقليل المياه وتنزل مياه نظيفه للمنطقه كلها. شغالين في انشاءاتها دلوقتي. ويعني بعد ما تنتهي ان شاء الله يبداوا يلغوا المكن الشخصي اللي هو بتاع كل قريه. طبعا احنا طبعا يعني ايه اتكلمنا على الطريق وعن الميه هنضيف بس معلومه صغيره بالنسبه للمستشفيات المستشفيات القريه ومستشفى وردان. بالنسبه لجهود ذاتيه في البلد طبعا ما شاء الله يعني في شباب كتير جدا خير في البلد وفي رجال اعمال في البلد خيرين ساعدوا البلد وساعدوا الشباب في ان احنا نعمل اكتر من مركز طبي يحل محل المستشفى في الحاجات البسيطه كجمعيه خير بلدنا كجمعيه الشرعيه. طبعا ديت في مستشفيات اقيمت ليها بس طبعا امكانياتها برضو امكانيات محدوده ما بتديناش الاستخدام اللي احنا محتاجينه. مستشفى وردان مستشفى كبيره بس طبعا المشكله فيها كعمال كموظفين موجود بس المشكله فيها ان انا كراجل شغال في الصحه المشكله فيها بالنسبه للدكاتره عشان اجيب دكتور تخصص زي استاذ حمال من القاهره الكبرى اجيبه قريه زي كده بنفس الراتب بتاعه اللي هو بياخده في القاهره الكبرى ما بيجيش. يعني اي دكتور بيعمل له انتداب هنا او يعمل نقل هنا ما بيرضاش يجي لان طبعا المرتب بتاعه مش هيساعده انه يجي هنا جاي كل يوم يصرفوا 50 60 جنيه جاي مواصلات. الاضافه بتاعت صام لما كان مع المستشفى ان هي من 10 سنين كانت شغاله دي كانت شغاله عمليات بجهود ذاتيه للناس. كنا الدكتور اللي بيجي من مصر لغايه هنا كنا احنا كاهالي بنلم مبلغ من المال مبلغ معين يحل محل المواصلات او تعبه في المجيء. اما جه مستشفى هي مبنى كامل متكامل في كل الغرف جاهزه للفرش الكلام ده كله بس هي المشكله كلها في ان مفيش امكانيات معدات اجهزه طبيه ودكاتره تخصص في القلب وده اللي موقف نمو الشغل داخل المستشفى. هي كشغاله بوحده صحيه بمسمى وحده صحيه اما هي ككادر مستشفى تشتغل مستشفى مركزي تمام.
طيب هنبعد شويه بقى عن الصحه وعن الطرق وعن الحاجات دي ونتكلم في بعض المواضيع العامه اللي شغلاني انا. الجواز بقى في البلد عندكم عامل ايه؟ بصوا يعني اللي عايز يتجوز دلوقتي في البلد بيلاقي ولا ما بيلاقيش؟ لا بص حضرتك، هو احنا اولا نتج في فتره معينه بعض العادات والتقاليد السيئه وردت على المجتمع المصري، زي المبالغه في الافراح والمبالغه في الذهب وامور فرق وحاجات. يعني الفرح عندكم هنا بيجيبوا فيه دي جي زي عندنا في مصر؟ لا لا، ده بيجيبوا فرق ودي جي وحاجات كتيره قوي. يعني العمليه ما يعني انا بقول لحضرتك عادات سيئه جت في البلاد واستغلناها سيء، واحنا بنطالب من خلال هذا البرنامج ان كل العادات السيئه زي الشبكه، الغاء الشبكه، عملنا حمله لالغاء الشبكه ونخليها نسجلها في القايمه وما تجيش، تخفيفا على الزواج. يعني هنا بيعملوا شبكه كام يعني؟ هو قد ايه مثلا؟ والله حسب كل حسب مقدرته. ممكن بيجيب 70 جرام 100 جرام 150 جرام 200 جرام حسب مقدرته، احنا عاوزين نلغيها خالص، هنخلي بس اقل حاجه كام جرام؟ اقل حاجه احنا انا طلباتي ان تبقى في حدود 20 30 جرام فقط لا غير، والباقي يتكتف في قيمه المنقولات. الجرام دلوقتي وصل 600 يعني الله يكرمك. 20 جرام يعني بحوالي 12000 جنيه؟ احسن من 100000 جنيه؟ طبعا. او 200000 جنيه؟ وعموما تشجعوا الشباب ان هو يتجوز مش يهرب. يتجوز، والغلا اللي احنا فيه كلنا. يعني طب وهنا يعني الشوار او الحاجه زي ايه اللي بيتم فيه؟ ما انا اسمع حتى من الاخ الاستاذ محمود يتفضل الصوار، يعني اللي هو العفش والحاجات دي بتعمل. والله هو دلوقتي بالنسبه للبلد احنا كل واحد بيجهز حسب امكانياته، هي بس المشكله في ان انا ببص لحضرتك او لبنت حضرتك جهزتها ازاي، فانا بضطر اجهز لبنتي زي بنتك عشان ببص لبنتك. بس الظروف انا فيها بدانا كل واحد ينكمش في ان هو يقدر يجهز على قد امكانياته. طبعا هنا بالنسبه للبلد كل بلد لها سلو في التجهيز، يعني احنا مثلا بالنسبه لقاره وردان العريس عليه الذهب واوضه النوم والانتريه والنيش، العروس عليها بيت المشتملات، فطبعا ده بيبقى عيب كبير جدا جدا على ابو العروسه، تلاجة، غسالة، بوتاجاز، تلفزيون، نيش، مستلزماته، مطبخ، ده كله. فطبعا دي بقت المشكلة بجد احنا بنعاني منها للشباب لابو العريس وابو العروسة. يعني انا عايز اتكلم معاكم في مقولة، احنا دايما في مصر البنت اول ما بتتولد هنجهزها ازاي، والولد هيشتغل بره ولا هيجيب شقة ازاي. يعني الاخ ده مقولة دايما موروث ثقافي عندنا هنا في مصر، ان البنت اول ما بتخلف انت بنت او ولد، الولد بيبقى عايز هيجيب هيشتغل ازاي وهيسافر بره ولا هيلاقي شغلانه وهيبني بيته كم اوضه وكم بلكونه وكم مش عارف شباك. بالنسبه للبلد هنا حضرتك ما تش هتلاقي شاب ان هو يجوز نفسه. يعني ما فيش حد يشتغل ويقدر يجوز نفسه؟ بالنسبه عندنا هنا في البلد لا ما تلاقيش، قليل يعني ممكن، لكن هنا الاب بيساعد وبيجوز وبيجهز سواء ولد او بنت، يعني ما بيسيبش العيل يعني الواحد. طب السكن، اتكلمنا انت بقى على السكن، لان انت بقى ايه فاهم القصه اكتر. هو السكن هنا في البلد هو كان في الاول يعني العادات كانت في البلد ان الواحد يتجوز ويقعد مع ابوه وامه في البلد كده ويبقى بيت عائله. دلوقتي الكلام ده كله اندثر، مفيش اي كلام من ده خالص، فلازم كل ولد ليه الشقه بتاعته. ان لم يكن ليه البيت بتاعه. يعني انا في عائلات دلوقتي واحد انا ابني راح يخطب بنت فلان يقول لي انا عايز بيت لوحده مش شقه لوحده، ده في عادات وتقاليد بقت يعني صعبه جدا، بتصعب مسيره الجواز جدا. انا في شباب في البلد عندهم وصلوا سن 30 و35 سنه وما اتجوزوش. طب ما هو ده يدفعنا للهجره من الريف، يعني كده الشاب هيسيب البلد ويروح يشتغل بره، لان طبيعي ما فيش شغل. لا لا، هو الهجره من الريف الناس مهاجره من بدري لان في مشاكل جامده في الريف. ما هو الهجره مش شرط للمدينه، ممكن لدوله السعوديه، كان زمان العراق، لا في ناس وليبيا الناس بتروح ليبيا وتيجي زي ما احنا عارفين اللي مات واللي راجع فقران اكتر من الاول، ومشاكل اقتصاديه كبيره جدا، والناس بتهاجر من الارياف لان الزراعه ما عادتش بتجيب للفلاح برضو، ان هو ما عادتش تسنده ان هو يبني بيته ويربي اولاده. المشاكل الاقتصاديه في البلد، زياده اسعار المستلزمات الزراعيه، والدوله متكسله عنها كتير قوي، وانا بطالب الحكومه ان هي تاخد بالها من الفلاح شويه، لان كله داخل على رجال الاعمال مش عارف ايه الكلام ده كله، احنا ناسيين الفلاح.
الفلاح النهارده بيبيع ارضه علشان خاطر مش قادر يستلد يعمل مش لاقي منتج فيها ولا مش مجازياه عن الاعمال بتاعته مش مقضياه. ان مثلا انا المستلزم زراعي اللي انا بزرعه بصرف عليه 10,000 جنيه بحصد ساعات 8 وساعات 7 بخسر. طب ما هو احصد 12. العماله الزراعيه دلوقتي عندكم اليوميه بكام؟ لا العماله الزراعيه اليوميه عدت 100 جنيه و120 جنيه. بس هل ال 100 وال 120 جنيه دي تكفي الفلاح؟ اقول لك نفس عطل. حضرتك دلوقتي يعني احنا بنقول ان في بطاله. انا رايي هيختلف عن الناس كلها، ما فيش بطاله. عندي امثله. احنا مش بنتكلم على البطاله، احنا بنتكلم على الهجره، يعني هو بيسيب البلد عشان يشتغل في حته ثانيه. الهجره بمعنى الهجره. مش الهجره ان انا بهاجر من بلدي بسيبها خالص. لا يعني هجره للعمل، هجره يعني بيروح يشتغل ويرجع بلده وبيكون جايب مبلغ، جايب حاجه بيحسن المستوى. في دي موجوده في جميع بلاد الجمهوريه يعني. لكن انا بتكلم فيها ان هو بيسيب ارضه ويروح يشتغل شغلانه عشان يجيب دخل اعلى. لا هو ما فيش حد بيسيب ارضه، اللي عنده ارض ما بيسيبهاش. لكن النهارده الراجل مخلف 7-8 هو ما يلزموش غير عيل واحد يساعده بس بيطلع بس ده كل قصه. وبعدين مفيش دلوقتي كره، ده الكره بقت مدن. النهارده عندنا شارع عصفور ده كانك انت ماشي في الدق وفي المشكي. وبعدين طبعا الهمجيه والكلام ده سمه من سماتنا يعني، ونرجو من الله سبحانه وتعالى ان احنا نعدل من سلوك المجتمع بتاع المجتمع المصري ككل. نشوف بقى ضيوفك التانيين اللي مع حضرتك ان شاء الله كده، وبرده في القعده كده نشرب لنا كوبايتين شاي ولا ان شاء الله. شرب الشاي عندك جميل يا حاج فتحي. الله يبارك فيك يا حاج. تعرفنا بقى بضيوفك اللي انضموا لنا تاني بقى دلوقتي. طبعا نبتدي بالاستاذ محمد حسني. اهلا وسهلا. ضيف عندنا من القطه وراجل مهندس زراعي ومن افضل الناس. جنب منه الحاج محمد زكي ابو راضي. اهلا يا حاج زكي. الحاج محمد ده يعني راجل تاجر واستاذنا واخويا الكبير من افضل الناس في وردان. والاستاذ محمود الحاج محمود الدرعي ده راجل مزارع وصديق وحبيب وغالي. اهلا وسهلا بكم. طبعا انا يعني مع ضيوفك الكرام دول احنا عايزين نسال بقى اهم حاجه، الزراعه عندكم هنا البلد تشتغل زراعه ايه؟ يعني ناخد كده كلمه منكم في الموضوع. البلد وردان عشان قريبه من يعني ضمن محافظه الجيزه، فدايما الفواكه والخضروات ده الاساسي. بنزرع طبعا الزراعات العاديه الاعتياديه زي البرسيم والذره والغله اللي هي القمح، وزائد في ظهير الصحراوي زي ما قال استاذنا محمود. ظهير الصحراوي ده فيه الحدائق بقى، المانجا والموز والبرتقال والشفير. طب الحاج زرع ايه؟ الحاج محمود هيتكلم عن الذره. بسم الله الرحمن الرحيم. انا زرع حضرتك ذره و صفرة صفرة وبيضة. الصفرة بتستخدمها علف؟ الصفرة بتندش وبتنعمل علف. البيضة بنستخدمها برضو في الطيور وفي الحاجات دي. وبرضو بتندش برضو وبتنضف على العلف برضو. وعلى العيش برضو. وعلى العيش طيب انا يعني من كلامك انت زرع ذرة. زرع ذرة هل زرعها عملت زراعة تعاقدية ولا؟ لا زراعة تعاقدية. تعرفش يعني ايه زراعة تعاقدية؟ لا زراعة تعاقدية لا، مش متعاقد مع حد. مش متعاقد يعني بتستنى التاجر ياخد منك او انت بتبيع بمعرفتك؟ التاجر او اللي بيع بمعرفتي. بالنسبة للذرة او الفاصوليا او القمح. القمح. طب الحاج كده تقول يعني الزراعة التعاقدية يعني تدينا فكرة، هل البلد هنا ماشية زراعة تعاقدية ولا ماشية ازاي؟ بداية لو الفلاح بص لمصلحته يبقى زراعة تعاقدية تكون أفضل ليه كتير. لكن طبعا هنا ده كله بيتوقف على المساحات، طبعا مساحات بسيطة شوية إلى حد ما. التاجر بيأمل أو المزارع بيأمل في ربح أكتر، فبالتالي بيلتجئ لأساليب تانية اللي هي التجارة الحرة أو السعر الحر. لكن هو لو فكر في مصلحته طبعا يبقى الزراعة تعاقدية أفضل. بس أنا شايف إن هو نسبة 10% تقريبا اللي بيلتجئوا لفكرة الزراعة التعاقدية. طب كده يعني بيع المحاصيل في الارض او للتجار ما بتضرش الفلاح هنا؟
والله هو بيأمل قلنا في الربح، لكن هي طبعا بتضر احيانا، خصوصا ان هو لو جه تحت درس التاجر شويه او كده فبيبتز وبيضطر بعد كده خوفا من تلف المحصول مثلا ياخد سعره وبالتالي بيخسر او على الاقل محصوله في الارض. بالظبط تمام. فهو طبعا بيبيع محصوله في الارض، بالتالي بقى خلاص لازم يصرف في المحصول ويسوقه، فبالتالي بيبقى خلاص التاجر بيملي شروطه عليه فبيخسر. طب ناخد كلمه كده من حاج. طبعا انت حضرتك شغال في انا اساسي جزار. 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 طيب انت اكيد ربيت ولا ما ربيت بس الوقت لا. طب حضرتك تعرف ان مشروع بتلو رجع تاني؟ راجع ماشي يعني سمعت عنه؟ سامع طبعا. طيب عارف مميزاته ايه؟ ايوه بس يعني عشان نجيب البتلو النهارده مفيش حد تكسب العلف غاليه والكلام ده كله. لا ما هو حضرتك المشروع الجديد بيديلك العجول وبيديلك الاعلاف باسعار مخفضه وبيديلك رعايه بيطريه وبيديلك تحصين ليها كل ده بتاخده وكمان تامين عليها، يعني لا قدر الله حاجه نفقت او مرض تعويض. تعويض يا ترى سمعت عن الموضوع ده؟ سمعت. طب في حد في البلد نفذ؟ لا 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 لا. بيفضل البتلو ده بيتعب شويه. بياخد فتره. هو البتلو ده بتسمن عشان كل ما تسمن هتقدر تجي بس بياخد فتره كبيره. بياخد فتره كبيره. طب انت كراجل جزار انت شايف اللحمه في البلد ترخص ازاي؟ لا انا مش ترخص. طول ما في علف غالي والفلاح مضبوط. طيب ما يعني انت ما انا هنقول لحضرتك حاجه، احنا في بلد اريافه. كان عندنا الاول كل بيت فيه مواشي. والجمل والجاموستين والبقرتين والكلام ده كله. الناس النهارده اتغيرت، باعوا المواشي وكله وحتى الاراضي الزراعيه باعوها واتقطعت مساكن وكل واحد قاعد في شقته جاب شاشه وقاعد للتلفزيون ونام يسهر طول الليل والصبح يقوم الساعه 10 11. ما عادش في مواشي في الارياف. يعني انت قصدك ان التربيه كانت في البيوت؟ في ايوه طبعا. اللي هو اللي احنا بنحاول نرجعه تاني. انا ما كنتش بنحتاج نطلع سوق. طيب انما انا كنت بنشتري من البلد. انا نفسي بقى ان انت تشجع اللي في البلد يربوا تاني. يربوا فين بقى؟ ما باعوا الارض، رباها فين؟ باعوا الارض كمان؟ باعوا الارض واتقطعت وبماري. وقعدت في عماره بنى بيت بالمسلح وجاب شاشه والمغزى ما عادش. الاول كانت الست بتروح الصبح الساعه 5 الصبح تروح تحلب وتيجي، انما النهارده ما عادش الكلام ده. يعني فلاحين خلاص ما عادش عندنا فلاحين، بقوا بهوات. بقوا مواشيهم وكله خلاص. ايه رايك يا حاج؟ والله الحاج محمد صح فعلا، الريف اتغير. اتغير جدا. كلامه مظبوط، الريف اتغير، واحنا زي ما قلت حضرتك الجمله المفيده ان احنا عاوزين نرجع الريف زي زمان. انا بس انا سمحت من حوار حضرتك، انا اللي عاوز اسال سيادتك سؤال على الرغم ان انت اللي سالنا. يا ريت تدينا فكره عشان احنا ما نعرفش ايه البتلو والمشروع ده، يعني هقول لك مشروع البتلو ده توصل للمشاهدين وتوصل لينا برضو المعلومات. المشروع البتلو في كلمتين، وزارة الزراعة عاملة مشروع بتلو، الفلاح بيتوجه للبنك الزراعي أو الإدارة الزراعية بيملى استمارة بيعينوا المزرعة بتاعته بياخد قرض بعجول حية وبتبقى لها تأمين وأعلاف مخفضة ورعاية بيطرية خلاص، وبيقدر كده ان هو يعمل انتاج يزود من دخل. يعتبر دي معلومه جديده من لا هي مش معلومه جديده يا حاج فتحي ولا حاجه، هي معروفه على طول والتلفزيون زاعها والدنيا بحالها عارفه الكلام ده كله. برضه تاكيد للمعلومه عشان تبقى عارف. لا بس هو بالنسبه له هو معلومه جديده. يعني بس ما تجس مع الراجل اللي هيربي. برضه يا حاج محمد ممكن انت حضرتك عارفها، في برضه بعض الفلاحين ودي قناه مصر الزراعيه اللي هي مختصه بالفلاح، برضه واحد او اثنين او مجموعه من الناس ما تعرفش ايه برضه. لا وبدون فايده، يعني فايده متناقصه 5% حاجه من تمام. يعني في حاجه كمان هسال فيها. اتفضل. او اشوفكم انتوا عارفينها ولا لا؟ اتفضل. يعني لو سمحتوا لي. اتفضل. بالنسبه لبطاقه الحياه الزراعيه المميكنه انت عملتها يا حاج؟ عملت ايه بقى؟ قول لنا عملت ايه؟ البطاقه اللي بتاعت الحيازه بتاعت الزراعه دي عملت البطاقه بالمساحه اللي عندي. انت عارف البطاقه الحيازه كانت ورقيه كده؟ ايوه موجوده معايا. رحت بقى عملت ايه في الجمعيه ولا رحت والله ازاي؟ والله بروح بنصرف بيها ملح بس للاسف تعبنا في حكايه الملح كده، الفدان بياخد شكارتين اثنين في السنه. شكارتين سماد بس؟ شكارتين سماد اللي هو ايه الملح اللي احنا الفلاح بيعاني منها هي قله الملح والسماد والحاجات دي
دي مش موجوده. يعني الفدان في السنه ياخد شكارتين ملح اللي هو بيحتاج، طيب اربع شكار ملح وخمس شكار. انا هكلم حضرتك برضو بطريقه والشكاره في الجمعيه. اتفضل. يعني انت دلوقتي بيدوا لك شكارتين، طب ما في بدائل للاسمده، في مخصبات، في معلومات، ما عندكش انت مرشد زراعه بيديك معلومات شويه؟ ما بتديناش حاجه الجمعيه، ما بتديناش حاجه. انا ما اتكلمش على الجمعيه، يعني ما فيش مرشد زراعه بتقابله؟ لا 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 في الاداره الزراعيه تسمع منه؟ لا 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 ما فيش مرشدين. ولا كلهم بيجوا يعملوا محاضر بونا بس؟ لا لا كلهم بيجوا محاضر بونا بس، لكن ما فيش مرشدين زراعه يا راجل. لا والله ما فيش. ما فيش. طب الجمعيه الزراعيه بتستفيد منها بايه؟ ولا باي حاجه. ما جبتش منها بطاطين؟ ولا اي بطاطين. اول مره نسمع البطاطين. اول مره نسمع عن البطاطين. طيب اصل بيقولوا بيجيبوا تلفزيونات البطاطين، يعني الذره المضروب والحاجات دي. الذره يعني بيجي سنويا بيجي مضروب، الذره بايظ يا راجل. طب انا انت بتجيب التاوي بتاعتك منين؟ يا من بره، يعني الاسواق الحره بره. بتجيب من الاسواق من السوق؟ أيوة يعني من السوق بره تحت الرابع والحته دي. لا الجمعيه ما بنجيبش منه، لان هو بتاع الجمعيه هو بتاع بره كله زي بعض. يعني مش بيدينا في الجمعيه ارخص من بره. بيقول لك دايما اما اشتري تقاوي اشتريها من مركز معتمد. المركز المعتمد هي الاداره المركزيه للتقاوي، هي شركه تكون معروفه ومضمونه، ولا كلامي غلط في ده؟ يعني انت بتشتري التقاوي بتروح تشتريها كده من السوق من اي حد، ولا بتسال على الصنف اللي هتشتريه؟ واحد متخصص فاتح مثلا محل للتقاوي كلها، جميع اصناف التقاوي عنده، والجمعيه بتجيبها بس بتجيبها برضه. بس انت تعرفك ان التقاوي دي جيده ولا مش جيده؟ لا ما نعرفش. ما تعرفش؟ ما نعرفش. بعد وانت بعد الزراعه بقى بتبقى وثقت في بعد الزراعه بقى بيوصل بنعرف الذره تعبان لان بيشل او يعني ما تطلعش كوز، بيبقى التجاوي مضروبه. طيب انا عم التقاوي بقى هروح للحم. اتفضل. كيلو اللحمه في البلد هنا بقى بكام؟ يعني في ناس بتبيع 120 و130. ده بقى قطعيه حلوه ولا؟ احنا عندنا هنا ما فيش بقى ايه زي نظام مصر كده وبتاع، ما فيش حته بفتيك وحته بفتيك والبارده والكلام ده كله وانتركوت والكلام ده كله ما فيش. عندنا يطبخ شاطر خبيزه وسلقوا اللحمات عليهم وخلاص من كتر العيال. وهيجيبوا منين للعيال؟ الدنيا تعبانه، الناس هنا تعبانه وقرفانه. انا كنت في الاول زمان كنت بنبدا 5 اجول في و12 عيد في الاسبوع، النهارده بنبقى عيد كل اسبوع يوم الخميس بس ويخلص، لا كسب لا خسر، يجيب زي ما يجيب. ومتلم نفسي لان ما عادش كمان ماشي حال في الجزاره، الناس بتقول تعبان. طب والذبح هنا بيبقى في المذبح ولا؟ مجزر. في مجزر. في مجزر. في مجزر. يعني بيتكشف عليه. في مجزر. في مجزر. طب وبالنسبه لخدمات البيطريه هنا انت شايفها كراجل جزار بقى؟ والله يعني كويسه ولا هم الناس مش لاقيين، هم مش لاقيين حاجه يشتغلوا اساسي. هي في المواشي اللي هيشتغلوا فيها، مفيش غير باقي كانت مزارع بره على الصحراء والحتت دي، هذا شغل. انما هنا في البلد ما عادش فيه، فيش مواشي يعني القريه ما فيهاش، عديت كله ما تلاقيش المغزى 20 جنيه. طب انت يعني بتشتري حاجتك من السواق؟ من السواق. من السواق. طب انت ايه رايك في نظام الاسواق؟ والله غصب عني بنروح، لازم عشان نضطر نروح. يعني السوق ده مش مفروض البهايم او العجول اللي داخله فيه تتحصن عشان ما تنقلش امراض لبعضها؟ لا ما هو فيه كان حصل الامراض بتاعت جمد شهرين ثلاثه وقفلوا الاسواق عشان تبقى عارف، قفلوها في المنوفيه هنا، قفلوا اشمونه وقفلوا منوف. لا المفروض نطعم هو ماشي ماشي ماشي، قول له واحد زرع ما فيش عنده بيحس بحاله عنده، لازم يستشير الدكتور البيطري. يعني قصدي واحد عنده حاجه هيبيعها، عجل صغير، خروف، رايح بيه للسوق، المفروض يطعمه ويحصنه قبل ما يخش بيه السوق. ليه؟ عشان ما ينقلش العدوى. ما ينقلش العدوى. ايوه دي معلومة مهمة جدا. طبعا طبعا ما بيبقى في السوق في مواشي عيانة. بس كل واحد حر يجيب، انا هنجيب العيان ليه؟ لا اكيد السوق كل واحد بيعرض احسن حاجة عشان يبيعها. طبعا طبعا. طيب نسبة الشراء في الاسواق بتبقى كويسة ولا بتبقى ضعيفة؟ من المصاريف اللي مؤاخذة المواشي غالي عليهم بيتمسك يعني بيها. العجل ال 400 كيلو مثلا وصل كام دلوقتي؟ 400 كيلو جايين؟ يعني عندك احنا هنا ب 60 جنيه. يعني 24000 جنيه. 60 جنيه. برضه ثمن كتير. طبعا ما بيصفيش. عايز يصفي كام معاك؟ بيصفي 55. 55. مفيش حاجه اسمها 60 النهارده، العليجه دي الاول كان بيصفي 60 و65 ما عادش. يصفي 55%. يصفي 55%. غير طبعا العظم ايوه. وبعدين انت لو اشتريت من السوق افضل.
بالميزان افضل من عند الفلاح. الفلاح دلوقتي رابط وحط الميزان ورا ظهر البين، يدير العجل من المربط للميزان ويكون موكله زايد 50-60 كيلو. اي والله ده حقيقه، انما في السوق افرط، فانا مضطر اروح السوق احسن لي طبعا. طب وانت ايه رايك في اسعار اللحم؟ والله اسعار جنونيه طبعا، وللاسف ان هي لسه هتزيد تاني. للاسف. والتاجر يعني كان الاول التاجر لحد ما يعني ممكن نقول عليه ظالم شويه، بس التاجر بقى مظلوم معانا دلوقتي. فخلاص مش عارف يظلم. ده حقيقة. يعني اسعار اللحمه في حتى في الارياف زادت. طبعا طبعا، هي طول عمرها في نسبه. السعر بتاعكو اقل برضو مقارنه. ما هو اقل، ما هو طول عمره اقل. بس احنا خلاص بقينا قريب من سعر القاهره. ما خلاص 130 جنيه زي طبعًا. زي 150 فرق في ظل الزياده. احنا نعمل بمشروع بتلو ان الحاجه دي، ان الحاجه ترخص ان شاء الله. ان شاء الله وربنا يوفق ان شاء الله، وبرضه الشعب يرتاح ان شاء الله، ونعيش سعداء وان شاء الله، وخير ان شاء الله. ان شاء الله والحاج ان شاء الله. اتمنى لمصر كل الخير. مصر ام الدنيا. نتمنى للقياده الحكيمه لمصر ان هي تبص نظره للناس الغلابه بس، مش اكتر من كده. طبعا احنا بنشكر جيش مصر على المجهود الخارق اللي بيعمله، تحرير جبل الحلال، الارهاب. احنا بنتحارب من جميع الاتجاهات. نتمنى لمصر بلدي، نتمنى لمصر الخير. الخير طبعا وكله. شكرا نورتونا وشرفتونا. انا بقى اقول لكم امنيتي، انتوا كل واحد قال امنيه، انا امنيتي دايما ان انا اتقابل معاكم، واتقابل مع رجاله طيبه زيكم في كل قريه، واشوفكم دايما على خير. نورتنا والله. شكرا. شكرا. والله شرفتنا والله.